ايه دي كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي ام وثك شبه مطار القاهرة صلاة واحد. سيد عزة سيد عزة لا عمنا انا اللي على قبطه. حاضر يا باشا. اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي ما وراك مع حد غيري. يا جدعان بقى اخلصوا بقى تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت بتخرس خالص وما تفتحش بقك. افتح بقي ليه ولا حاكم مصر زيك؟ اخرس ما تهرباش يا ابني احسن انا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استمر يا ريت ورنا تهرس وانت هرس اهرس انت بتفتح ايدك على هرس وانهرس ده دم لا مش دم ده كابوس كابوس مسكر انا هو كل يوم يا ست مسكر اعمل لك ايه انت اللي ظابط نفسك على الجردل وبعدين ايه الريحه الوسخه دي ميه طبيخ طبيخ انت ايه طبخه رجلين جوزك النهارده ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك ينفع كده اه ينفع الغنم جعان تاكل الغنم العيش بتاعي يا واد خلي عندك شويه رحمه دي ارواح لو ارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراحه مش هيحصل يعني ايه يا عم يا فتوانه اخلص يا جليل الرجالي انت بتضربني اري انا ضربت يا خالد مين اللي ضربك يا انا ضربت خلاص مين اللي ضربته في الحاره والخزانه يا خالد ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي مين دلوقتي يا فهد المنطقه دي ضرب هادي بلوختي هو المعلم حصل وفيها ايه الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك فيها يا اخوك الكبير وضربك وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب يبقى نتضرب من غير غاغه بقى ها نتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه قلت لي عليا يا خالي اخرس يا جاز لما هو بيطلع فوق تحت انا بقولها لك بقولها لك من غير خيسه اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما في خيلك اركبه انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم انت حبيبي وحشتيني ايه يا فل ما خلاص بقى ولا طالع ولا نازل وقفان انت زي لقمه في الحوض تعالى جوه بس تعبيط يا بنت يا بنت اهدي بقى اهدي شويه بقى اهدي اي هو ليه هنا المسرح هتنطر تعالى اقول لك تعالى جوه يا بنت خش بس هقول لك انت مجنونه ده مش ده مش حب ده هقول لك اهدي 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 الله 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 ايه ده ايه ده ايه الصوره دي ده ابويا وامي والله وده وانت صغيره ولا ايه يا بنت بقك مستفز انت كلك مستفز انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته يا بلدي يا واد انت ما فيش مثال دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه يا بنت ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تعب ابويا ظالمني يا تتع وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه هو انت اللي هتنجدني يا تتع ليه وانت هتنتحري لا امال ايه هتتجوزني وتشغلني رقاصه رقاصه هنكسب دهب يا تتع ايه اللي هنكسب دهب وهي دي فيها كلام ساعتك طبعا هنكسب دهب ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان غوري يلا يلا غوري بس حلو كده سر انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه الجندي حياتك هتبقى مستقره عايزه استقر معاكي يا بنت يا بنت بتعيط غوري بقى يا بنت غوري بقى يا بنت انا بالصالون يا بنت اللذينه تعالى يا بنت اوعي بقى بس مش عايزني تخطي طب وحياة امي لو اوريك يا تتح حصل ايه يا بنت ضربنا
احبك يا منكوسه. يعني اطمن يا امه. اجري يا بنت شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم انشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. ازيك يا تفتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم كارنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحش و في الفنجان. غاوي حش وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. أهياني. سلامتك يا قلبي. هادي. هادي. خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقت بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه؟ كبرت؟ خلاص؟ ظهورك بقى وسع كده؟ هنجر كده بقت عريضه خلاص بلغت. كان لازم بطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوه يا حسوه ده ولا حاجه. يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه كمان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجه، ألذ حاجه ان انت تكون نايم واكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. طب عايز ايه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنه اللي هنعيدهم في الدنيا، اوعى تكون حاطط فكر في دماغك ان انت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصه دماء. يا هادي احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره وخف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك. تعال خد موضه كده. تعال خد مكانك يا وسخ. تعال تعال خلاص كده. ده احنا خلاص من الناس خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيل برضك. تعال حاضر جاي. حاضر يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه حاضر جاي اهو. حاضر خلاص انا جاي في الحته دي. خلاص انا جاي في اهو. خلاص اتفضلوا يا ست الزمانه. خش يا بنت يا فولا ومعاك النقاش. ادخل يا استفرشه. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدوقي مزخزخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرم. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميكا مسلح. اصل المعلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب الشقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماضه. تعالى ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتأخرين. بجد؟ اه. لا وايه؟ وهسلمك الشقة مدهونة ومتروقة. لا وايه يا تتح؟ خد التقيلة.
ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبري بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحم ضاني ضاني؟ اه خد امدي بقى. امدي. لا طب اديني فرصة افكر، انا موافق. هات. لحم ضاني ضاني. ضاني. فتح. عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني، انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. تتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده و... مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها تتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازمل واحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخريتها زيدة. ممكن تديك بالجزمه. هاسم المفتاح. هاسم المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايه، والمعلم راح والمعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازع السن. حسوه ما تصحينا قبل القتيل ده. ايوه انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هتفزع الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي. هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي. ايه خير وحيد؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي. انا صح يا ابو. هادي. هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. تعالي هادي. تعالي خش شوف. شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيلة سايب مفتاح قبل كده بميدالية؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. ايه ده شفت يا هادي؟ اسرير راجل كان مزمزع عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، انما كده خلاص احنا خدنا. ايه ده يا واد؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ ايوه يا خالي. وموصل للدرجاتي؟ اه. يا خبر اسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في الشارع عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. الخبر اسود. هي قاعده في سبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا ودق في قلب المكان خلاص. ال 7000 سنة حضاره بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما ال 60 70 سنه دول مش هيعدوا على فكره. طيب وقت ساعات طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخله. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتوا، انتوا روحتكوا على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي قعدكوا قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري.